الشاهد قوله انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت او قالت ففعلت، فدل هذا على المرأة حائض تمتشط عند غسلها من الحيض. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انها امرها ان تنقض رأسها شعر الرأس، وهذا من لازم الامتشاط ان تنقض الشعر. وعلى هذا فيسن للمرأة اذا طهرت من الحيض ان تنقض شعرها وان تمتشط، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. الواجب ان يصل الماء الى اصول الشعر والى الشعر كله، فاذا كان مفتولا فانها تغمزه بيدها حتى يدخل الماء الى باطن الشعر ويكفي بدون ان تنقضه، وان نقضته وامتشطت فهو افضل. نعم.